مش لعبه جامد قوي لانه عارف ان ممكن ان انت هتكسبه، ففي التمرين ممكن بتلاقيه افضل بكتير ويمسك اي لعب يبقى يعني كويس عنه. فبنفضل احنا ساعات التدريب، يعني بنفضل ان احنا بنبقى في التدريب احسن. انا عندي ساجدة الكبيرة عندها دلوقتي 9 سنين، هي عايشة في بيلاروسيا، وعندي 2 مليكة، عندي مليكة وعندي ليلى عايشين معايا في مصر هنا، عندها 4 سنين مليكة أو 4 سنين ونص، وليلى عندها 3 ونص. طبعا عايشين مع أمهم، طبعا هم لسه يعني في داخلين مدارس. نقلت من اسكندرية، نزلت جيت القاهرة، بطلب من الاتحادات تخلي بالها على اللعيبة النزول قيمة عندها، زي البوكس زي الجودو زي المصارعة رفع الأثقال. عندنا جيل جديد إن شاء الله طالع بإذن الله هيبقى فيه ميداليات. الطفرة اللي بتحصل في الرياضة دلوقتي لازم لها رعاية كاملة واستمرار، عشان يبقى عندنا بدل ميدالية 2 و3 إن شاء الله. ان شاء الله كنت بالتوفيق كده، وبحرص عليك وبحاول معاك.